سيدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ريمال تي في وفي برنامج كوك ريمال. وفقرتنا اليوم فقرة طياب وبنة، غادي نشوفوا مع هند اللي ما سخيناش بها اكيد واحد الوصفة اللي سهلة ومميزة اللي هي لاموس بالفخاز. هند تحدثينا على هاد الوصفة هادي. لو كان شكركم بعد على الاستضافة، ودائما فرحة وسرور باش نتلقى معكم. ربي خليك هند. دونك اليوم غنوجدو موس دو فخوي غلاسي، كما كنعرفو فصل الصيف على الابواب، وحتى في رمضان كنحتاجو نبردو وناكلو شي حاجه اللي حلوه وميم طون خفيفه ما تضرناش. نعم. وصحيه. شنو نحتاجو في المكونات هند؟ المكونات غنحتاجو اي فخوي سورجولي، دونك اي فخوي عندكم مجمد ضروري هند يكون مجمد ضروري، وخصو يكون في العبار ديال لافخيز، لي ديمونسيون ديالو خصو يكون صغيور. فوالا، بهذا القياس هذا غنحتاجو عصير ديال الحامض، غنحتاجو بياض البيض، نعم، وغنحتاجو طبعا سنيده، وعلى حسب على حسب المذاق اللي بغى ما يديرهاش ما يديرهاش. فوالا. نعم، باش نعاود مع مشاهدينا المقادير، كنحتاجو لي فخوي، اي فخويه هندي، اي فخوي يكون القد ديال يكون كونجولي ويكون عباره وعبار ديال لافخيز، هذه ضروري. نعم، وكنحتاجو عصير ديال الحامضه، وكنحتاجو بياض البيض فقط، وكنحتاجو السكر على حسب الذوق. دونك كما كنعرفوا دائما مع الجهاز السحري اللي كيمكننا نربحوا الوقت في التجاد، نربحوا المساحه في المطبخ ديالنا حيت فيه 12000 واحد. كذلك كيمكننا نوع الشهيوات الانفيني، دونك السؤال ديال اش غنطيب اليوم ولا اش غندير ما باقيش تطرح، ما كتبقاش حيره. وكذلك كنقتصد وصحي، بحال مثلا هاد الوصفه هذه الا بغينا نشريوها في المتاجر الكبرى راه تيكونوا فيها مواد حافظة. والمواد الحافظة راه معروف راه ماشي صحيين. حنا الاساس ديالنا هو ناكلوا الماكلة صحية. اكزاكتومون. دونك هنايا غنصايبوا وصفة سريعة بلا ما نتعذبوا، وكتكون صحية ولذيذة في نفس الوقت. بالنسبة للخصائص ديال الجهاز السحري، راه تيطحن الحبوب، تيعجن، كيطيب طياب ديال الكوكوط ولا ديال الجميله، كذلك كيمكننا نصايبو به. دونك نحتاجو نصايبو في هذا الشهر الكريم الياقوت. كذلك ممكن نصايبو به لي غلاس كما غنشوفو دابا، وفيه كذلك خاصيه الطهي بالبخار اللي ان شاء الله غنشوفوها في الحلقه القادمه. ان شاء الله. دونك الوصفه غناخذها من هاد لاكلي، دونك ما كويزينو كوتيديان. غنمشي للمنيو، منو دونك ما كويزين او كوتيديان بار كاتيجوري. دونك غنمشي لا روبريك ديال انترمي تي غلاس. دونك هنا تيعطيني الوصفات متعدده، مثلا تشيز كيك، كريم كراميل، كريم برولي، كريم غلاس على فاني، غلاس شوكولا، اكسيتيرا، ايل فلوتونت، العديد من الوصفات والمتنوعه. دونك موس فخوي، موس غلاسي وفخوي روج. دونك ديماري. دونك هنايا كفي انني نتبع على غوسيت الخطوات اللي غيعطينا الخطوات. اكزاكتومون، غنتبعوا الخطوات. دونك تيطلب ليا هنايا 140 غرام ديال سنيده. غنتحكم فيها، غندير قل هو اصلا فيه الميزان. الميزان اكزاكتومون، الميزان الي انتغري. غندير غير 90، حنا نقصوا الكميه ديال السكر. اكزاكتومون. كاين اللي يبغى يعوضها بالعسل، حتى هي ممكنه. سويفون. دونك انسيري لو بول لو كوفيركل. سويفون. السرعه 10. دونك في ظرف طحنتي السكر بوحدو، علاش؟ داكشي اللي طلب ليا. دونك انا كنتبع غير الخطوات. في ظرف بحال السكر غلاسي. دونك في ظرف 10 ثواني حنا حصلنا على سكر غلاسي. دونك حتى من الناحيه الاقتصاديه باش نصايبو سكر غلاسي راه اقتصادي باش نصايبو سكر غلاسي. سويفون. هنا تيطلب ليا 500 غرام
ديال ميلونج دو فروي. دونك غنزيد تقريبا 400 غرام. ماشي مشكل، نقدروا نتحكموا في الكونتيتي. دونك هنا العصير ديال الحامض، الطرب ديال غير 10 غرام، وتتبقى كيستيون دو غو تاع الحامض، كتحكمي على حسب المذاق اختياري، تقدر ديري ولا تقدر ما ديري. هنا طلب ليا في هذه الخطوه الاخرى ان بلون دوف، دونك بياض البيض، غنستعمل الاكسسوار ديالو بلا ما نوسخ زلافه اخرى. كنفرق بياض البيض على الاصفر، فوالا. دونك غنزيدو بياض البيض سويفون، صافي غنسدو لو ساهل وسريع. دونك هنا تيطلب ليا انسيغي لا سباتول، دونك باش نعاون بوغ غاتلي لي باغوا سويفون. دونك هنا عطاني لو بروغرام 40 ثانية سرعة 5، غنمشي للسرعة 5. دونك كاين اللي ممكن يكتفي بهاد النتيجة اللي غنحصلو بها دابا، وكاين اللي غيدوز ليطاب الثانية على حسب المذاق. دونك النتيجة الأولية اللي هي هند ليطاب الثانية، هادي سيتون كلاص، دابا كتسمى اون كلاص. دابا إلا بغينا نحولوها الموس راه غندوزو للمرحلة الثانية. دونك سويفون انسيغي لو فوي. دونك بالنسبه لو فوي هذا راه هو الباتور، واللي ما نبقاو شادينو بيدينا وتنعياو بوغ مونطي لاموس، هذا يكفي ندخلوه هنايا في لو بول ونتاكدو انه شاد الدور ديال الباتور. اي يتدرب الكهربائي، نسدو لو كوفيركل. سويفون سويفون ثلاثه ديال الدقائق، السرعه 3.5. ولا لاحظنا هنايا راه كاين عندنا البروده كتخرج لوبول، دونك صافي دي راه لي في باين. دونك ها هي لي طاب سالات، دونك غنشوفوا لاموس. لاموس طلعات فوالا غزاله. دونك مثلا كانوا عندنا ضياف على قبله، هذا سي ان ديسير اللي تيمكننا. اذا كانت هذه هي النتيجه النهائيه هند، ياك كنتمنى ان المشاهدين يكونوا استفدوا من هذه الوصفه ونالت الاعجاب ديالهم، وكنضربوا لكم مواعيد في الحلقه القادمه ان شاء الله.